اليوم رح نعمل الطبق الأخير يلي حنقوم بتحضيره بالمطبخ ونشويه بالمطبخ كمان. شيف سما تحدثني وهي حترجع تساعدني، خلوني اتصل لها ونشوف. هاي شيف سما، اشتقتي لي؟ اكيد طبعا، بس مو يعني انه انا اتهاوم معك في الحكم. لا لا، مستعده ومحضره كل المكونات. عندي توم، جزر، بطاطا، بروكلي، ودجاجه كامله، وكمان للصلصه في عندي زيت الزيتون، وعندي الليمون وزبادي، وتتبيله مشويات ماجي كمان. تتبيله المشويات من ماجي تنفع مع اغلب الاطباق، واليوم ان شاء الله راح نستخدمها مع الدجاج والخضار. انا جاهزه، بشو بلش؟ اول شيء حنحط الليمون وزيت الزيتون والبهارات مع بعض ونقلبهم. وهلا صار وقت التتبيله. انا مره احب كيف احنا نقدر نستخدم هذا الظرف مره ثانيه. حنتبل فيها الدجاج من 4 ساعات الى 6 ساعات، بعدين في الصينيه حنحط الدجاج وحنحط الخضار وحنحط عليها المويه، حتدخليها على الفرن تقريبا من 45 دقيقه الى ساعه. الله الله يا لي. تكون عندك جاهزة، ممكن تقدميها طبعا مع الرز أو مع الخبز وبالعافية. يعني الدجاج المشوي من أكلاتي المفضلة، بس مع الخضرة المشوية صراحة شيء تاني. هي تتبيلة المشويات عزز النكهة للدجاج وللخضرة. أنا ممكن أشوي بس خضرة المرة الجاية. انتبهوا يا شفات، صار عندنا منافسة جديدة.